دع الناس يموتون ولا بأس بذلك. تصريح صادم لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في خريف عام 2020 عندما كان مستشاراً. هذا ما كشفه تحقيق بشأن جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وفق ما جاء في صحيفة إنديبندنت البريطانية. التصريح الذي أظهرته مذكرات كبير المستشارين العلميين السابق باتريك فالانس أثار جدلا واسعا بعد شهادات استمعت إليها لجنة التحقيق بشأن كوفيد. أكدت أن سوناك رأى أن على الحكومة البريطانية أن تترك الناس يموتون أثناء الجائحة، وتم توثيق الاتهام الذي وجهه رئيس الأركان السابق دومينيك كامينغز في أكتوبر 2020. ووفقاً للمذكرات، فإن رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون دافع عن السماح لكل شيء بالانهيار. بعد ذلك شارك كامينغز الذي كان في ذلك الوقت كبير مستشاريه تعليق سوناك الذي يتفق مع جونسون. وعلى الرغم من أن باتريك قال إنه لم يسمع شخصياً سوناك يعبر عن مثل هذا الرأي، إلا أنه ذكر خلال التحقيق هذا ما قاله دومينيك كامينغز. أما سوناك فأكد عبر متحدث باسمه أنه لم يرد على الادعاءات بشكل مجزأ بعد الاتهامات الجديدة، لكنه سيقدم أدلته للتحقيق علناً. المفاجئ أن ادعاء كامينغز لم يكن الوحيد، بل واحداً من بين عدة أدلة دامغة عن دور سوناك خلال أزمة كوفيد، حيث ألقى باتريك باللوم عليه في تأجيج موجة ثانية عندما سمح للناس بتناول الطعام في الأماكن المفتوحة حينها. لافتاً إلى أنه وكبير المسؤولين الطبيين كريس ويتي لم يتم إخبارهما بالقرار حتى الإعلان عنه، مشيراً إلى أن المستشار السابق سوناك قال إن كوفيد كان يدور حول التعامل مع العلماء وليس التعامل مع الفيروس، في محاولة لفتح الاقتصاد بعد الإغلاق الأول. في تصريحات خلال اجتماع عبر الإنترنت لم يدرك سوناك أن كبير المسؤولين الطبيين السير كريس كان حاضرا فيه بحسب الإنديبندنت.